معنا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي بشار صغير. بشار، هل من تفاصيل أوفى عن الحادث؟ نعم وائل، دعني أبدأ من آخر المستجدات. إذ يسود الهدوء الآن حي الطور مسقط رأس الشهيد علي أبو غنام، علما بأنه في وقت سابق كانت هناك مواجهات عنيفة كانت قد اندلعت في حي الطور، وبالتحديد خاصة في محيط منزل الشهيد علي أبو غنام، وأيضا في محيط نادي سلوان حيث أقيم بيت العزاء للشهيد. طبعا هذه المواجهات كانت قد امتدت إلى أحياء أخرى ليس في الطور فحسب، وإنما أيضا إلى الأحياء المجاورة كالشياح وأيضا العسوية. هذه المواجهات أدت إلى إصابة 20 العشرات حسب ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، حوالي 20 إصابة بالرصاص المطاطي، وحوالي 20 إصابة أخرى نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. طبعا سبق هذا أيضا إضراب جزئي كان قد نظم في أجزاء من القدس، بالإضافة إلى أيضا الإضراب المدرسي خاصة في حي الطور مسقط رأس الشهيد علي أبو غنام. الآن فيما يتعلق بتسليم جثمان الشهيد، ترفض شرطة الاحتلال تسليم جثمان الشهيد إلا في حال وافقت العائلة أسرة الشهيد على شروط شرطة الاحتلال، وهي أن تقتصر مشاركة الحضور في الجنازة وفي تشييع الشهيد على أن تقتصر المشاركة على حضور ما لا يزيد عن 20 شخص فقط، وأن تتعهد العائلة أيضا بأن لا يكون هناك أي مظاهر للمسيرات أو للاحتجاجات، وإلا اضطرت لدفع مخالفة مالية. العائلة حتى الآن ترفض شروط سلطات الاحتلال إلى هذه اللحظة. الآن زميلي بالعودة أو بالتذكير لما حدث بالتحديد الليلة الماضية، إذ ككل مرة توجد هناك روايتين، رواية للفلسطينيين ورواية أخرى لشرطة الاحتلال. إذ تقول شرطة الاحتلال بأن الشاب علي أبو غنام 16 عاما كان قد حاول طعن جنود الاحتلال أو أفرادا من جيش الاحتلال عند حاجز الزعيم في القدس وهناك أرضه قتيلا. العائلة تنفي هذه المعلومات، تقول بأنه لم يحاول أن يفعل شيئا وأن شرطة الاحتلال كانت قد قتلته بدم بارد، تلا ذلك وضع السكين بجانب جثمانه. شكرا لك بشار صغير من القدس.